نبتدي معاكم بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح في قصر الاتحادية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأكد سيادته على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري، ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. كمان أشاد سيادة الرئيس بالتطور الكبير والنوعي اللي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. كمان امبارح ودع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي بمطار القاهرة في ختام زيارته لمصر، واللي تم فيها بحث سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري. تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة نتابعها في هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر، حيث عزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية عقبتها جلسة موسعة شملت وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث رحب السيد الرئيس بصاحب السمو وبلغ تحياته إلى الملك سلمان متمنيا له دوام الصحة والعافية، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية زيارته العزيزة إلى مصر، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان مغادرا بلده الثاني مصر. امبارح كمان صدر بيان مصري سعودي مشترك أكد على الاعتزام الدولتين بزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. كمان تضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة في العديد من القطاعات، وده بهدف نقل الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية. سيادة الرئيس امبارح وجه كلمة عبر الفيديو كونفرنس إلى الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وقال سيادة الرئيس إن التحديات الحالية اللي بتواجه القارة الأفريقية
تدفعنا لتعزيز التكاتف المشترك بين دول القارة وطرح المبادرات اللي بتقدم حلول فعالة ومبتكرة لتحقق تطلعات الشعوب الأفريقية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تلك المنصة الإفريقية التي تثبت يوما بعد يوم منذ إطلاقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 أنها محفل إفريقي فعال وجامع نناقش فيه معا مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة، ونسعى من خلاله إلى بلورة رؤية مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة وتعزز التعاون فيما بيننا ومع مختلف الشركاء الدوليين. ينعقد المنتدى هذا العام في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس آثارها كذلك على بلداننا الإفريقية، لا سيما على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، لتضاف بذلك إلى جملة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي ما تزال دولنا تعاني من آثارها السلبية. الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية تضافر الجهود المشتركة لمجابهة هذه التحديات وتعزيز قدرتنا على الصمود للعبور بقارتنا إلى بر الأمان. وأود في هذا السياق تسليط الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الإفريقية حاليا، لما قد تحدثه من تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الإفريقية في احتواء آثارها، وذلك من خلال تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الإفريقية، فضلا عن تكثيف جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية، سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وإن التركيز على زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي هذا العام إنما يعكس مدى الاهتمام الذي تليه دولنا لتحديات الأمن الغذائي، ويضعنا أمام مسؤولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الإفريقية. في ظل تحديات متصلة بالشح المائي وارتفاع الأسعار، وما يتطلب منا إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة العالمية. السيدات والسادة، إنه من الضروري كذلك في خضم تلك الأزمات المتوالية ألا ننسى التحديات الأخرى التي ما زلنا نواجهها في قارتنا، وفي مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها، فضلا عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الإفريقية من انتشار الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر لعل أخطرها تهريب انتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. إن تلك التحديات تدفعنا لتعزيز التكاتف الإفريقي المشترك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومبتكرة تتيح لنا تجاوز صعوبة الظروف الحالية، والتي ينبغي علينا
المضي قدما نحو وضعها موضع التنفيذ عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة. وفي هذا الإطار حرصت مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة، كما تسعى لبناء قدرات المؤسسات الإفريقية في المناطق المتضررة خاصة منطقة الساحل، من خلال تقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الأفريقية، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مصر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، للقيام بدور فعال لإعداد البرامج والأنشطة اللازمة لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية بها والحيلولة دون عودتها لمرحلة الصراع مجددا. السيدات والسادة، يتزامن انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى مع قرب استضافة مصر للدورة 27 لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، حيث ستمثل مناقشاتكم خلال اليومين القادمين فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الذي يطلع به تغير المناخ في مضاعفة تحديات السلم والأمن في إفريقيا، لا سيما أن قارتنا تعد الأكثر عرضة لآثاره السلبية خاصة فيما يتعلق بمشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية وما يرتبط بذلك من تقويض لجهود التنمية، إضافة إلى العواقب الخاصة باستغلال الجماعات الإرهابية للسيطرة على موارد القارة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية تجاه قارتنا الخاصة بالتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومضاعفة التمويل الدولي المخصص له وتعزيز القدرة على الصمود، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر وفعال في جهود بناء السلام وضمان استدامته. السيدات والسادة، لعل انعقاد منتدى أسوان هذا العام يوفر فرصة مهمة للاستمرار في إيصال صوت القارة الإفريقية إلى جميع الشركاء والفاعلين على الصعيد الدولي والدفع نحو أن تظل قضاياها تحتل مرتبة متقدمة على سلم أولويات المجتمع الدولي في توقيت دولي بالغ التعقيد تتبدل فيه الأولويات والانشغالات ارتباطا بالمتغيرات المتلاحقة التي يشهدها واقعنا اليوم، والذي لا ينبغي أن يتراجع فيه الاهتمام بقضايا قارتنا وضرورة التكاتف من أجل أن تظل حاضرة على مختلف الأصعدة الدولية. ولا يفوتني كذلك التأكيد على أن تعزيز دور المرأة في السلم والأمن في إفريقيا فضلا عن الاستفادة من طاقات الشباب ورؤاهم نحو صنع مستقبل دولنا يظل ركيزة أساسية ينبغي التمسك بها في مجابهة الأزمات المتلاحقة والتحديات المتشابكة، فهم أكثر الفئات تأثرا بها والأقدر على دعم استراتيجياتنا للأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية المستدامة. وختاما، فإنه على الرغم من الجهد الحقيقي المبذول والإنجازات التي حققناها معا في إفريقيا خلال الفترة الماضية، إلا أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم تظل تؤكد على أن الطريق ما يزال طويلا لتحقيق آمال شعوبنا، وهو ما يتطلب منا جميعا التكاتف ومواصلة العمل دون كلل مع التحلي بالمسؤولية وبعزيمة صلبة.
لا نحد بها عن الهدف، وإيمان راسخ بأننا قادرون معا على تخطي تلك الصعاب نحو مستقبل أفضل لقارتنا الإفريقية. وأنني على ثقة فأن مداولاتكم خلال أعمال المنتدى سوف تشكل إسهاما رفيعا ومقدرا نحو صياغة وبلورة رؤى محددة تعزز جهودنا المشتركة وتضيء الطريق نحو مستقبل أفضل للجميع، معربا عن تطلعي إلى نتائج تلك المداولات عقب انتهاء أعمال المنتدى. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلية الفنية العسكرية وقعت بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك. البروتوكول بيستهدف تبادل الخبرات لخدمة المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين، وكمان تبادل المعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المشتركة. ده في إطار حرص القوات المسلحة على المساهمة في الخدمة المجتمعية وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين في شتى المجالات. في مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح زي ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية، وكمان التأكيد على أن الملف الاقتصادي بيمثل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة. كمان تابع رئيس الوزراء امبارح تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس بإقامة أسواق مطورة للجملة بالمحافظات، غير توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7 مليار و700 مليون دولار. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الاقتصادية واللي أكد فيه على أنه الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بيحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع تابع فيه تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة أسواق مطورة للجملة في المحافظات، وده لتوفير مختلف أنواع الخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مناسبة. برضه امبارح كان في اجتماع آخر عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة، وقال مدبولي إنه هيتم إنشاء شركات تابعة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة تتولى الإدارة والتشغيل لمرافق العاصمة وفق اتفاق مع الوزارات المعنية، وده هيساهم في تحسين الخدمة المقدمة للسكان وكمان هيحافظ على الاستثمارات اللي تم إنفاقها. امبارح التقى الدكتور مدبولي مع محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور العالمية، وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع شركة أكوا باور، ووجه التهنئة للشركة على توقيع عقد إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وكمان وجه رئيس الوزراء بدراسة مقترح الشركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وقال إن مصر جاهزة ومؤهلة من كل النواحي علشان تكون مركز لإنتاج وتصدير ونقل الهيدروجين الأخضر. كمان امبارح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شهدت توقيع 14 اتفاقية في عدد من مجالات الاستثمار بين مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة في مصر وفي السعودية بقيمة 7.7 مليار دولار، وده في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية. خلونا دلوقتي نروح مع حضراتكم جولة في المحافظات واللي حصل فيها أخبار كتيرة مهمة امبارح، زي الإعلان عن تنفيذ 19 مشروع خدمي وتنموي في الشرقية، وإنشاء مركز لذوي الهمم في الجامعة في طنطا، وطرح سكوك الأضاحي. كل سنة حضراتكم طيبين بالتقسيط في المنيا بمناسبة عيد الأضحى، وأخبار تانية كتير من أسوان وأسيوط هنشوفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح. في الشرقية بيتم تنفيذ 19 مشروع خدمي وتنموي بمركز ومدينة أولاد صقر بقطاعات الصرف الصحي والصحة والطرق والأبنية التعليمية، والمشروعات دي بتكلفة مالية حوالي 1.341 مليار جنيه.
امبارح أعلن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان إن المستشفى الجامعي أجرى حوالي 5139 عملية متنوعة بمختلف الأقسام، وده طبقاً لإحصائيات مركز التكنولوجيا والمعلومات خلال الثلاث شهور بداية من أول يناير ولحد نهاية شهر مارس 2022. في المنيا أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خدمة التقسيط لصكوك الأضاحي اللي تم طرحها السنة دي علشان توزيع كمية أكبر من اللحوم وإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجاً في قرى ونجوع وعزب محافظة المنيا، وده في إطار توجيهات سيادة الرئيس بتوفير حياة كريمة للمواطنين ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً. كمان امبارح شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مدير مديرية الطرق ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمنطقة دانا والمحروسة، واللي بتعد ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة اللي بيتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء. وقال المحافظ إن نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة وصلت 95%. في جامعة طنطا تم عقد اجتماع لمناقشة وبحث بروتوكول التعاون اللي هيتم توقيعه بين الجامعة وهيئة أمدست بتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنشاء مركز لخدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة. كمان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قرر صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الراتب الأساسي بحد أدنى 500 جنيه، وده مراعاة للفئات أصحاب الأساسي المنخفض مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.